انا مش عايز بعد الفيديو ده اي حد يقول لي انا ما عنديش وقت. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفني انا كريم عفت، بقدم محتوى لايف ستايل وموتيفيشن سبيكر. ادخل كده خد لك لفه، ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، ويلا بينا نبدا في موضوع الحلقه على طول. مقدمه متكلف عليها والله، الناس اللي بتقول ما عندهاش وقت، الناس اللي بتقول انا يومي كده ضايع بسرعه ومش عارف اعمل فيه اي حاجه، الناس اللي بتقول انا مش عارف اذاكر عشان يومي بيجري بسرعه وفي حاجات كتيره بعملها ومش عارف اعمل اي حاجه في اليوم. الفيديو ده ليك. خلينا متفقين ان مفيش حد مش عنده وقت، كلنا عندنا وقت، ولو احنا عايزين نخلق لنفسنا وقت هنخلق لنفسنا وقت. حكاية الوقت دي المخ بيهيئ لك ان عشان انت عندك حاجات كتيرة جدا وهو مش عايز يعملها، وانت عشان كسول مش عايز تعملها، فبيقول لك الوقت ومفيش وقت، وهنعمل بس ربع الحاجات، هنعمل بس نص الحاجات، هنأجل الحاجة دي لبكرة. لكن انت جدا جدا عندك وقت، عندك وقت، عندك. مش مصدقني ان انت مش عندك وقت؟ طيب تعالى كده معايا كده، بص كده في القصه دي. دلوقتي انت بتدرس وشغال، وحد من بيتك لا قدر الله عيب او تعب جدا ومحتاج ان انت تروح للمستشفى، مش انت هتلاقي نفسك عندك وقت انك تروح تزوره في المستشفى، وانك اصلا توديه المستشفى وتبقى معاه، زائد ان انت هتذاكر، زائد ان انت هتروح شغلك، ولو مفيش فلوس هتتصرف ان انت تشتغل شغلانه واثنين وثلاثه زائد دراستك عشان تجيب له فلوس عشان تعالجه؟ عندك وقت ولا ما عندكش؟ فخلينا كده متفقين ان ما حدش بعد الفيديو ده يقول لي ما عنديش وقت خالص. لا، انت عندك وقت بس انت اللي مش عارف تنظم وقتك. يبقى السؤال كده هيتحول من انا ما عنديش وقت ليه انا مش عارف انظم وقت. فنتكلم بقى النهارده عن تنظيم الوقت. اول حاجه لازم ناخد بالنا منها جدا هي التحضير، يعني لازم تكون محضر كل حاجه انت هتعملها لتاني يوم. يعني انا ككريم شغال وعندي دراسه بروح الجامعه وعندي امتحانات قربت وعندي مونتاج بمنتجه وكل ده، فانا بظبط كل حاجه قبلها بيوم قبل ما انام. يعني انا النهارده مثلا هنام، يبقى انا بكره عندي مثلا مونتاج فيديو كذا، وهذاكر صفحه كذا لصفحه كذا، واروح الشغل والكلام ده. كل ده بيهيئ لك اللي انت هتعمل الحاجه دي بكره، مش اللي هو تيجي بكره تقول ها بقى انا هعمل ايه النهارده، ها بقى انا مش عارف اعمل ايه النهارده كده، لا انا ممكن اعمل ده، فتفضل تلطش، وده اصلا غلط جدا. هتلاقي اصلا في الوقت اللي انت بتلطش فيه ده نص اليوم ضاع. فلازم تكون متهيئ وعارف انت هتعمل ايه تاني يوم عشان تصحى تاني يوم تعمل الحاجه دي على طول. يبقى انت كده خلصت كده البلان كده اللي عليك، او خلصت كده ايه المهام اللي عليك النهارده. خدها بالظبط كلعبه، انت عندك بلان او عندك مهام المفروض تعملها عشان في الاخر تكسب. البلان والمهام دي هتتعمل النهارده، مهما حصل هتتعمل النهارده قبل ما انام. ضغطت بقى على نفسي، عملتها كلها في ساعه، عملتها اليوم كله، قسمتها على اليوم كله، الحاجات دي هتتعمل النهارده، يعني هتتعمل النهارده مهما حصل. والحته دي لطلاب ثانويه عامه او الطلاب عموما اللي في الجامعه او في المدارس كلها. لو عندك امتحان او عندك شيت هيتسلم او عندك بحث او اي حاجه تتسلم او امتحان في وقت معين، قدم المعده شويه. دي حركه انا كنت بعملها ولحد دلوقتي بعملها وانا بدرس. طب يعني ايه الكلام ده؟ انت دلوقتي عندك امتحان يوم السبت، وانت المفروض هتقسم الماده كلها لحد يوم السبت عشان تمتحن يوم السبت، فانت خلي نفسك مهيئ ان الامتحان لا هو مش يوم السبت، هو يوم خميس. هتلاقي نفسك خلصت الملزمه كلها وخلصت المذاكره وخلصت الحاجات اللي انت بتعملها كلها لحد يوم الخميس. يبقى انت كده عندك جمعه وسبت، اليومين دول تراجع فيهم. الطريقه دي تقريبا هي نفعتني في كل الامتحانات اللي مريت بيها. لو انا عندي امتحان في وقت معين بقدم المعده شويه عشان ادي لنفسي فرصه ان اراجع، او ابقى بالراحه كده ومش مضغوط وبذاكر قبل الامتحان بساعه وانا رايح ومش عارف ايه الكلام ده. انت بتهيئ نفسك ان الامتحان قريب، فانت بتخلص اللي عليك كله. هتقول لي طب انا مش عارف ومفيش وقت الامتحان. لو نفترض اصلا الامتحان ده هو فعلا بجد يوم الخميس، هتلاقي نفسك خلصت ولقيت معاد وخلقت وقت انك تذاكر وتخلص الماده كلها، ولو اقرب كمان من كده هتخلص برده الماده كلها. فانت قرب الميعاد، ودي حركه كده انا اخترعتها او حركه كده انا عملتها بخبرتي يعني في الدراسه، وان انا بمتحن كل شويه والكلام ده. دي انا ما جبتهاش من كتاب ولا اي حاجه، يعني الكلام ده بتاعنا كوبي رايت، خلي بالك محدش يطلعها في فيديو غيري. الكلام ده بقى يا باشا ينطبق على الشغل، ينطبق على الدراسه، ينطبق على اي حاجه انت بتعملها. حاول تقدم الميعاد، هتلاقي نفسك في وقت كبير جدا انك تراجع الحاجات اللي انت عملتها وتراجع المذاكره اللي انت ذاكرتها، وتبقى بالراحه جدا ومستريح جدا ومش عندك الضغط النفسي اللي انا امتحان بكره فلازم اذاكر بسرعه مش عارف ايه، وتلاقي اصلا مخك اصلا مش معاك وبتفكر في حاجات تانية والحاجات دي. واللي انا عايز اقوله ان الطريقه دي مش بتمشي على كل الناس. يعني لو انت مثلا عرفت تنظم وقتك، اللي انت مثلا تعمل جدول او مثلا تقسم حاجاتك كلها على مدار مثلا اسبوع كله او ساعات، ولقيت نفسك انت اصلا ماشي بالطريقه دي، خلاص ما تغيرهاش. انا بتكلم على الناس اللي بتقول انا ما عنديش وقت ومش عارفه اتنظم وقتها. الفيديو ده للناس دي. ما اسمعش بقى حد بعد الفيديو ده بيقول لي انا ما عنديش وقت، عشان لو قلت لي انا ما عنديش وقت هنزل اتخانق معاك على طول يا باشا. وده يبقى كده موضوع الفيديو النهارده. مش عارف، بس انا حسيت ان انا عايز اعمل الفيديو ده او اشارك الحركه اللي انا بعملها دي، يمكن تفيد حد مثلا، او الفيديو ده مثلا ينفع حد معين في الوقت ده، عشان احنا طبعا داخلين على امتحانات في الجامعه وامتحانات نص السنه وثانويه عامه كده كده اصلا كل درس امتحان. فانا حسيت
ان الفيديو ده ممكن ينفع حد. لو نفعك الفيديو ده ما تنساش تعمل فولو للحاجات اللي هتظهر قدامك دي كده هتنفعك جدا. وشكرا جدا انك تابعت الفيديو ده لحد الاخر, وما تنساش طبعا تعمل سبسكرايب, وكالعاده زي ما متعودين دايما دوس يا كوتش. السلام عليكم.